تعرف مش معناتها وحشية، تعرف شنو معناتها وحشية؟ مثال شفت الفرق بيني وبينك انا شنية؟ انت شي عيني في عينك، انت طايح عيني وانا ما طايحهاش عيني، ما طايحهاش عيني. حكومة الفشل، حكومة الفشل. وجيبونا كيما جبتونا قبل، هاك الناس اللي تضرب بالعصي بتاعكم خرجوه. يوسف الشاهد رئيس الحكومة هم سبب في التوتر اللي صاير اليوم، ورسالة أخرى نحب نوضحها ونوجهها. احنا اليوم راه ما عندناش مشكلة مع الأمنيين، عندنا مشكلة مع رئيس الحكومة رأسا، والسيد معناه مهدي بن غربية كما قلت لك اليوم قاعد يوتر في العلاقات وقاعد يوتر في الأجواء اليوم، لأنه انقلب على الاتفاق اللي ممضي عليه حكومة الحبيب السيد في 2016 يوم 18 جانفي، الذي ينص على انتداب 774 مفروزين امنيا. وهذا نحب نزيد نقول انه 774 مفروزين امنيا ثم الاستماع الى بقيه الرفاق زاد المفروزين امنيا، راهم ما همش معزولين على بقيه الشباب التونسي، راهم ما همش معزولين على الشباب اللي يطالب بالتشغيل، لانه بالنسبه لنا نحن صحيح الملف نتاعنا عنده خصوصيه، لكن هو في حقيقه الامر جزء لا يتجزا من الشباب التونسي، وخاصة الشباب ابناء الجهات المحرومة. نحن اليوم نحبوا زاد نردوا على السيد مهدي بن غربية اللي يتشدق علينا ويقول انه راه ماهمش المفروزين برك بطالة. نعرفوه نحن السيد هذا يا سي مهدي بن غربية، ونعرفوا انه الشباب التونسي الشعب التونسي كله مهمش، كله مفقر، والكل يعاني، وخاصة ابناء الجهات الداخلية، ابناء الرياض اللي قاعدة تموت من البرد، من الثلج، من المطر، من المعاناة، من الخساسة. ورانا نسينا كيف التحركات اللي صايرة في الجهات، وزيادة المفروزين أمنيا تحرك في الأماكن الكل، في الجهات الكل. ورانا ماناش باش نسكت إلى حين فض هذا الملف. باش نحمو رفاق أولاً، ثانياً باش نشوفوا وننسقوا